بسم الله الرحمن الرحيم. متتبعي ومتتبعات قناة صوت المظلوم، رجعنا اليوم ذوك الأسرة المنحطة. أنا ما نقولش الأسرة المغربية، لأن الأسرة المنحطة الأسرة المفضوحة، وبالأخص ديك الأم عارفة بنتها قد تغتصبات وهي عندها 13 سنة. يعني شوش حد الوقت وهي البنت دابا عندها 18 سنة، 5 سنين وهي ساكتة. عاد ناط درت دعوة زين المحارم اللي خسرتها، اللي الأب خرج باري. يعني شوهتي راسك، شوهتي بنتك سون ريزولتا. دابا مشيتي تلشوف تي في وبغيتي تزيدي ديري الشوها. غنسمعوا شنو قالت عند شوف تي في. دخلت حتى اختها سميرة، دخلتها في الشهادة بين أن أختها سميرة هي شافت بنتها تتغتصب من باها، وهي ضربت الطم وخا عندها ولادها. يعني نورمالمون كان عليها كي كتخاف على ولادها تخاف على بنت اختها. حنا نسمعوا شوف تي في شنو تقال عندها عند الأخت فاطمة الزهراء. القصة المسمى بوكريشة والفضيحة اللي وقعت عند هاد العائلة، حكي لي شنو قالت لك اختك، وامتى دوات معك اختك، وهاد اختك علاش بقات ساكته حتى لهاد الوقت؟ صافي اختي، ما نهضرش في الاعلام باسم شخص اخر. قالتها لك انت، راه صورات شي حاجه بيني وبين شي حاجه، ولكن هي خرجت في الاعلام. لا غير لا ما قالتهاش في الاعلام، خرجت في فيديو. قالت فيديو؟ لا ما خرجتش في بينها وبين المحكمه. انا شي حاجه اللي ولكن هي ما عيطوش على المحكمه الشهاد، كيفاش بينها وبين المحكمه؟ ولكن تمشي تقولها في المحكمه، ولكن هي ما صلحات لك، هي قالت لك شافت هي معايا ولكن في التحقيق، ولكن هادشي ما قالته في التحقيق. المهم شوفي لك، شوفي لك شخص تقولي لها هي تكون هي، واخا عندك جوج شهود كيشوفوا بان الزوج ديالك كان كيمارس على بنته. هادشي ما عرفتيه حتى مؤخرا، ما قالتوش لك اختك في الاول. شوفي كاين شي حوايج، شوفي لا حول ولا قوه. اختي فاطمه الزهراء عافاكي، انا راه عنسخف وحق الله العلي العظيم، انا عنسخف. هادشي راه شوف راه هو 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 هو, هو, هو. انا كنقولها دائما ديما الافلام، هي غتسخف، هي كتضرب وجهها، هي كتنت في شعرها، هي كتقطع حوايجها ملي كتزير، ملي كيزيروها شي بشي اسئله كتولي ها هي غتسخف، هي شدت في قلبها هي، وهي جن عفريت صح مني ومنك ومنكم المتتبعين. كملوا وان شاء الله ربي عادي يجيب الحق قريب، غير خاصني نصبر، خاصني نصبر وهادشي صعيب. اليوم كنطرحوا التحول التساؤل هو على البنيات، البنت القاصره اللي باقيه مع الشريكه وزوجه الاب، مع العلم ان كاينه شكايه. هي بدات تعاود بالافلام. كنعرفوا ان القضاء المغربي، قضاء الاسره، المصلحه الفضلى هي الطفل انه يكون مع امه. حنا اليوم كاينين في جمعيه ديال كملوا. البراءه خداها الزوج، الاب، الاب والزوج لعدم ثبوت الادله، ولكن شكون اللي اغتصب هاد الشابه اللي كانت قاصر من قبل؟ شكون اللي اغتصبها اللي هي مخبعه المغتصب ديالها ما بغاش تقولوا عليه ولا تفضحوا؟ وعلاش البنت قالت سر اغتصابي غادي تديه معاها للقبر؟ وعلاش اعترفت غير على زهير وما دار فيها؟ علاش سترات على المغتصب ديال 13 سنه وهي في السن ديالها 13 سنه؟ علاش علاش سترات؟ علاش ما بغاش تقول شكون؟ علاش ما بغاش تبرأ باها وتقول شكون اللي اغتصبها؟ هناك عده اسئله وعده علامات الاستفهام، ولكن غنرجعوا هادشي كله سببه الفلوس. كانوا مقردين ولقاو الفلوس، غير بالشوها اللي داروا جمعوا الفلوس. يعني الشوها لا بغيتي تجمع الفلوس خصك دير الشوها، تعري راسك، تفضح راسك، وغدير الفلوس بسرعه بحال البدويه اللي كتخرج تعاطى. دابا ما بقاتش بدويه اللي كانت من قبل، دابا ولاو كيتعاطاو غير من الثروه لتحت، هي وخوتها ونسابهم وحفايضهم العائله كامله. شو على عائله فين ولينا؟ شوف على يوتيوب كي ولينا فيه في هذا المغرب. شوهتونا الله يشوه بكم. دابا سميره
تلقالت، ولكن ما جاش المحكمة. غنكملوا مع الأخت فاطمة الزهرة ونشوفوا هاد الأم تبوحيت. مفاتيح وحلول ومفتاح وحلول، دائما كنا كنلقاو البنيتات مشردات في الزنقة وكنتلاقاو بيوم كنجيو نهضروا معاهم، شي يقول كضربني أمي كتجري ليا، أمي كتجري ليا با راجل أمي، ولكن القاضي كيقول لك نيجي معطيها ليه، عطيها ليه. كيجمعوا الأم مع الوليدات باش نحاربوا الإهمال الأسري. متشرف في الزنقه كيضرب بوفول بليا ولا الكول وما عرفش شنو الزمر، وكنجيبوه لهنايا للجمعيه. فاطمه زهره كوني حقانيه. الاستاذه سهيرة بقليل لا راه جات مو عطاها ليه السيد القاضي او السيد الوكيله ولا قاضي الاحداث او لا راه بامر وبتعليمات وبكذا. علاش؟ لان المصلحه الفضلى هي مصلحه الطفل يكون معمو. انا ما عمرني شفت انايا ان الام كاينه. دابا هذا هو المشكل، وهي الام ما كانتش مساليه لولادها، كانت كتمشي تحني، كان بعض المرات كتجلس يومين ثلاث ايام الاب اللي كانت يربي. دابا اللي عاد ولات بغات ولادها وحق بناتها، ضيعتي بناتك من يديك، دابا ضيعتيهم الى الابد بهذا الشوها اللي درتي لبنتك وهاد الفضيحه. وخد باها البراءه لعدم ثبوت الادله، هادشي كله غيتقلب عليك ملي شتي راسك تزيرتي مشيتي لشوف تي في عند الاخت فاطمه الزهراء. فاطمه الزهراء ما عندها باش تفيدك وما عندهاش باش تنفعك، لان دار القضاء راه ماشي الملاغه، ماشي الملاغه. خص الشهيده تحضر وخص اختك سميره هي تحضر وشوف وشوف عاد وشوف. غنكملوا. والوليدات مع مرت الاب الا باتفاق وتراضي، ماشي كلشي بغيتكم تاخذوا بعين الاعتبار. كتهددها بالقتل في وسائل التواصل الاجتماعي. شوف انا يسمح لي اي واحد يقول شي كلمه، واختها الصغير قدها كسمحوا لي. انا ما تنفهمش كاع في هاد الرسائل القانونيه وداكشي باش نهضر، مي انا كنعبر على شي حاجه. قوام خرجاهم دابا غالي تزيرو، يقول لك هو امي، ولا جمعتي له وطويتي له وعصرتيه، يقول لك هو ما تيفهمش في هذا الشيء. وملي كنتي كتعاطى وديروا وتفضحوا العرض ديالكم، كنتو كتفهموا ديك الساعه وكتدخلوهم صحاح، ديك الساعه كنتو كتفهموا. ملي كتوصلوا للقانون وكيعصركم كتوليو اميين بح، ما كتفهموا والو. عانتوما اميين. غنكملوا مع هاد الاميه حتى هي. يعني فهمتها واخا ولو قليله. لا يعذر احد بجهله للقانون. باش نقول لك لا انا ما كن حيت انا قلت لك كلمت عليك انت هذيك جيبه في امو قول في مواقع التواصل الاجتماعي. انا لا لا ماشي دابا وحده كتتهدد واحد بالقتل ولا وحده بالقتل في مواقع التواصل الاجتماعي، راه داك الشيء كيتخاد بعين الاعتبار. هذوك الفيديوهات راه تفرغ، وهذيك الفيديوهات كتقدم انا من القضاء. ما تبقاوش تقولوا تجي غدا تبكي وانا راني اميه وانا راني ما قاريهاش وراني ما الحمد لله يا قالتها هي قالتها الاخت فاطمه الزهراء. انا كاينه شي حاجه نبقى نسب في القضاء. تحيه الاخت فاطمه الزهراء. ونسب في الناس وفي الاعراض ونجيو نبداو نقولوا حكا انا ما قارياش القانون سمحوا لي انايا، وفي المحامون وفي اللي ناضي بدا يغسل يدو في الاجهزه وفي المنظمات. سير الله عطاك العز. وفي راه التخربيق راه كاين القانون ديال التشريع. انا قلت خذوا لي حقي. نوقفوا هنا. سؤال لجوهره، علاش رجعتي للراجل وانت عارفه مغتصب البنت ودوزتي معاه شهر العسل في مراكش؟ علاش رجعتي ليه؟ واش باغا تنتقمي من الزوجه حيت دات لك الراجل او لا ضربتي عصفورين بحجره واحده الاب والبنت؟ شتي اش درتي؟ درتي مصيبه على راسك، اجا ما فكك منها راه غيتقلب عليك كلشي. وشايه كاذبه ازعج السلطات، والاب يطلب تعويض والبنت تطلب تعويض، يعني شوهتيه. دابا شلستينا في الايد الابتدائيه مشات على عينك عجاجه. وا جوهره داك الصلابه وداك التحمزيز كله غادي يتقاضى لك. هذيك الشيء علاش اخرتي الاستئناف، ولا الاستاذه ديالك اخرت الاستئناف.
مهم كملوا مع الاخت فاطمه الزهراء الغزاله. هددتك بالقتل في مواقع التواصل؟ شنو قالت لك؟ قالت لي الشريكه، قالت لي نحرك نحر جبن، وقالت ماشي غير مره ماشي جوج ماشي غير ثلاثه، قالت نحرها الشريكه، قالت لها غنحرك نحر الجمل مره مر مره مر مره. عرفتك بناتك في مواقع التواصل؟ عرفت فاطمه الزهراء هكا عريانه، درت مع واحد الحركه هكا كان حيت ما لقاتكش ام، ما لقاتكش مراه حرشه، ما بناتك ما يجلسوا لا عند الشركه لا والو، يجلسوا معاك. انت قالك بناتك جريتي عليهم بالليل، خرجتيهم من الدار بالليل. شكون ما بغى يكونوا هاد البنات؟ الام حاضنه، الام اللي تتستر، الام اللي كتجمع وتكتم اسرار بناتها، ماشي كتخرج تشوههم وتفضحهم ولا تخرجهم بالليل. نزيدو نسمعو، نزيدو نسمعو هادشي. يمكن هكا ودخلت البنت حيت كانت متفقه مع ورا الباب، استغلت عقلها. واخا ما تكونش متفقه معاها، تقدر نمسح داك اللايف ونمسح داك الفيديو كاع، لا حيت هي ما يبانش. تعمدات تعمدات، انا كيبان ان كاين واحد متعمده، اما انا ما كنتش متعمده، وانا دابا شي لقطه ورايا ما هياش تالي، وانا غنقول كوبي وغادي نطفي وغادي نمسح، مشروط عليا نخلي داك الفيديو ولا داك اللايف. انا الحركه شناها ديال هكا، والبنت حلات الباب سمحوا لي، ودخلت وكانت متعلقه على داك الشهر ولا صدرها. شنو بغيتي يا سعاد؟ بغيت بنتي نقدها الصغيره ولهنا يفرق شي ام مع ولادها، ولهنا شتت شي اسره، وانا عمرني ما نويت نكون هكا، ولهنا يفرق شي ام على كبيداتها. هادي ما تنظنش خسرتي بناتك الى الابد، بالاخص يسرى كرها كرها فهادشي اللي درتو، هاد الشوهه اللي درتو ليها، والقنوات صحاباتك اللي كنتي كتشجعيهم ضد بنتك، تشوهات شوهه عالميه. كيفاش بغيتيها غترجع لك؟ ولا الصغيره هي غترجع لك؟ تنظنش ضيعتي بناتك من يديك، سي تروطار سي تروطار. وانا كنطالب باش يتفعلوا لي شكاياتي، وانا كنطالب باش ياخذوا لي حقوقي، راه نتوما اللي كتفرجوا فيا يكونوا ولادكم زعما عندكم هكا، وانتوما شوف انتوما ولادكم يكونوا هكا. ولي قالت لك يتفاعلوا لها الشكايات ديالها، الا كانوا شي شكايات معقولين علاش ما غيتفاعلوش؟ غيتفاعلوا. ولا كان بحال زينة المحارم اللي حكمت له الابتدائية بالبراءة، يعني شكاية كيدية كتسمى باش تنتقمي، يعني إلا عرفتي لا إلا الاستئناف إيدات الابتدائية. ويلي جفكك، ويلي جفكك. نزيدو نكملو. كاين كون عندهم ظروف يعني ما يكونش في السوشيال ميديا، ولكن انتوما مهم راه شوف احنا في الدنيا كاملين ماشي حيت حنا ضعاف وقفوا معانا. هي عاود غادير لنا داك البهتان ديالها، شي ناس يوقفوا معانا. ولفنا دابا هادشي ديالك، ولفناه تبوحيت بدا. عاودي نتفي شعرك وقطعي حوايجك. انا بوحدي وهما بزاف. بالنسبه للندم حيث لا ينفعك دابا الندم، بالنسبه لخسرتي انت اللي مشيتي لاتجاهات العوجه، انت اللي اتجهتي الاماكن الغلط ماشي الصحيحه، وما جيتي عندي النهار الاول وهضرنا معاك انا والاستاذ وريناك شنو غادي ديري، زيتي انت الرحيل ومشيتي لوجهه اخرى، وهالجزاء اللي ما كيسمعش الهضره هذا هو الجزاء ديالو. انا ما كنتش فاش، ولكن حيت اختي حيت انا ما كنعرفش في الهضره، انا قلت لك استينا في قبيلات في الفيديو ديالنا، قلت لك هي ما تتعرفش. كتعرفي كلكم كتعرفوا، تعرفوا كل شيء كذوب. علاش الكذوب داي تمسكني دابا؟ كتعرفوا الشده والفده كتعرفوها. زيد السيد الاخر قلت لكم السينف ما قبلون. هذيك حاجه اخرى، هذيك ماشي ما قبلوش لا بنيه بالعامه، هذيك انا صراحه انا
بغيت انا كنوجه نداء الا كان هذا الشيء اللي كتقول لي السيده بصح، لان النيابه العامه ما استنفدتش الحكم ديال البراءه في قضيه اغتصاب المحارم. لا اظن زعما سابقه هذه، زعما انا تنتمنى انني نكون خاطئه، كنتمنى هادشي اللي كنقول انا راه ما عندوش لا محل لا هو الاساس لهم من الصحه، حيت ما يمكنش النيابه العامه ما تستانش الاحكام ولو تكون تعطاته 20 سنه غطلب لي 30، تعطى اعدام غطلب لي شي حاجه ما نعرف. اختي فاطمه الزهراء ما يغلطوكش لعدم ثبوت الادله، ما كايناش الادله على هذه الهضره ديالها ديال زين المحارم. راه شوف المحكمه كتدي بالادله ماشي اجيه فم وقول. الشهيده اختفت، اخت هي قالت لك هنا اختها سميره حاضره، حتى هي اختها سميره ما جاتش دلات بالاقوال ديالها، يعني لعدم ثبوت الادله. باش بغيتي هاد المحكمه غتحكم؟ غتحكم على داك السيد في الظلم؟ ما يمكنش، خص اثباتات وخص شهود وخص ادله ضامغه، امي ادله ضامغه باش داك السيد يدان بزين المحارم ماشي بالفم. الله يرضي عليك، راكي قاريه القانون اختي فاطمه الزهراء، الله يرضي عليك. شنو ما يمكنش النيابه العامه ما تستأنفش حكم اغتصاب قاصره من طرف الاب ديالها. انا هادشي ما دخلش دماغي، ولا اظن ان حتى المشاهدين غادي يدخل لهم دماغهم. مشاهدين الكرام، هاد القصه اللي غادي نختموها معكم بعد لحظات هي نتيجه ديال السوشيال ميديا، القنوات الاولى هي النتيجه اكيد. القنوات زوينين ماشي كلشي، لا كلشي كلشي، شي حاجه يمشي تكمش، اللي ما واعيش يمشي تكمش، اللي ما فاهمش يمشي تكمش. الله يرضي عليك، شنو تجرب وليداتنا؟ الله يرضي عليك، عندها 14 عام حاطه تصويره في الفيسبوك ديالها. الله يرضي عليك، وتيك توك وزيد وزيد. راه ما يمكنش، راه هادشي اللي وصلنا ليه حنا راه خطير جدا، لا اكثر من الخطر، التاثير ديال المواقع التواصل اكثر من الخطر اللي ولينا فيه. مزيانة شي اللي ولينا فيه ماشي غير خطير، واكثر من الخطر. دابا الناس ولات كتخاف على ولادها، ولات كتخاف على رجالها، ولات منويه في رجالها، ولات واحد الحاله داروا فيه مصيبه، مصيبه داروا في الناس. كلشي تيعيط، كلشي تيزاو، كلشي تيرغب. هاد العائلات هاد القنوات، حنا مزاوقين، احنا مزاوقين اختي. ينسى شوفي فينا الله لوجه الله، هاد القنوات شوفوا معاهم هاد الصرف الصحي، هاد القنوات الصرف الصحي اللي بهدلوا بالاسر، اللي بهدلوا بالعائله، عقوق، خيانه، سب، قذف، ضرب في الاعراض، كلشي يجمعوه، كلشي يجمعوه، عائله وحده، عائله وحده. هادي بنت الخاله، بنت العمه، بنت الجده، بنت، هادشي لا يعقل. غنتكافاو بهاد الفيديو ملتقانا في حوايج صحاح في النتيجه ديال هادشي ريزولتا. انا عارفه شنو كاين، ولكن خليها لكم مفاجاه الحلقه المقبله ان شاء الله. تحيه كبيره للمتتبعين ديالي الغزلان، وكنشكركم، وامسيه سعيده، باي باي. وبحال ديما قالك تقطعها عادة تعادة، مح على المتتبعين ديالي الغزلان، وانا مزاوقة ليكم. حافظوا على ولادكم، حضيو ولادكم، ما تثقوا حتى في شي حد، ما تثقوا حتى في شي حد، ما تخسري على الام والو. حضي بناتك، حضي ولادك، الاب كسي ولادك فششهم، ما تخليش شي حد يصرف لك عليهم. انت كتسمى الاب والراجل ديال الدار، الله يرضي عليك، هادي راه اهانه لاي اب تجي مرات تصرف عليه. خليونا من الهضره، الراجل ما خدامش، المراه اللي خدامه. شوف الريزولتا، ها الريزولتا، ضاعوا البنات، الاولاد باقيين صغار، كون كانوا كبروا ذكروا انت هما ضاعوا، كون انت هما ضاعوا، هي باقيين صغار باقيين كيخافوا. الحمد لله اللي باقيين صغار، الحمد لله اللي باقيين صغار، وما مشاوش تعاطاو لشي مخدرات ولا شي مصيبه ولا شي حاجه. يلا باي باي عليكم، ملتقانا في واحد اللايف يكون شاخد على هاد الاسره المنحطه كيما سميها هي انا يعني.